بدر من الخرج يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله جزاء الصوم به سبحانه وتعالى؟ لعظم الصوم، ولأن الصوم لا يدخله رياء. الصوم لي، يعني لا يدخله رياء مثل سائر الأعمال، فهو نية خالصة لله عز وجل، والأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها. إلا الصيام فإنه لا حد لمضاعفته. نعم.